ده بقى الجزء المتبقي من الكرفس. شوفوا ازاي هنعملهم. خلى الكرفس فيه الالياف بتاعته قويه قوي ومش بتدوب في الميه، اللي هي النون سولوبل فايبر. فدي انا عشان لازم اكسرها، فانا طحنته كده طحنه خفيفه. اوكي، لما ممكن تحطوه على في البلندر او الفود بروسيسور على شابت، يعني قطعها لك صغيره قوي. شوفوا قطعتها صغيره قوي ازاي بس. وهخليلها، ممكن تحطوا معاها جزرة بقى، تحطوا معاها اي حاجة بتحبوها. وهنخليلها التخليل العادي بتاعنا. انا حطيت معلقة كبيرة ملح في النص وانا بحط، ودلوقتي هحط واحدة كمان. اي ملح طبيعي عندكم، دي واحدة واحدة كبيرة. ده هيحتاج حوالي معلقتين ونص ملح من الملح الناتشرال سولت اي حاجة. اوكي، واغطيه بالمية وخلاص كده استفدنا من كل الكرفس من غير عصير ومن غير حاجة. اخد منه بقى معلقة على الاكل يعني. طبعا لو عندي مخلل قديم بقى، دي حلوة قوي الفكرة دي، اخد المية بتاعته واستفيد من البكتيريا اللي هي جاهزة، فيسرع لي بقى عملية التخليل. استنى بقى لما يتملى ويتغطى. عارفين ان المخللات من احسن الحاجات اللي بتدينا البروبيوتيك. ممكن احط معاه كابج واستفيد من الكرومب وجماله. برضو الكرومب بتحب الطحن، الطحنه دي الكرومب عاوز يتقطع صغير قوي عشان برضو فيه الياف صعبه. شطه بقى بتاعتكم الجميله، شويه كمون لو بتحبوا، حصى، اي حاجه فليفر انتوا بتحبوها حطوها معايا. شكرا والسلام عليكم.